وما رأي الدين في الاحتفال بعيد الأم وكذلك في الاحتفال بالأم المثالية؟ عيد الأم تقليد من جديد، أول من دعا إليه في أمريكا أن جارسيس التي توفيت أمها وتركت لها أختا تعبت في رعايتها، فعرفت فضل الأم في تربية أولادها فدعت إلى تكريمها بعيد يخصص لها، ثم نقل هذا التقليد إلى بلاد كثيرة في العالم كله. وتكريمنا لأمهاتنا لا يختص بيوم معين، بل هو مطلوب في كل يوم وفي كل ساعة، والمهم ألا يكون في هذا العيد التقليدي شيء خارج عن الشريعة. الأم المثالية التي تنتخب لسلوكها وآثارها في تربية أولادها وإسعاد أسرتها لا مانع من هذا التقليد الجديد، لكن لا ننسى بهذه المناسبة أمهاتنا العربيات المسلمات المثاليات كهاجر أم إسماعيل التي رضيت بتربيته وحيدة في مكان مقفر حتى كرمها الله وكرم ولدها وكرم المكان الذي وجدت فيه، فكانت مكة وكان الحج والعمرة لهذا البيت المعمور. إن التقصير في بر الوالدين هو العقوق الذي جعله الإسلام من أكبر الكبائر كما صح في حديث البخاري ومسلم، ولا يدخل الجنة عاق ولا قاطع رحم، وسيقتص الله من عاق والديه فلا يمكنه من النطق بالشهادتين عند الموت كما جاء في حديث علقمة، وإذا رزقه الله بولد سيأخذ هذا الولد بثأر الوالدين ويعق أباه كما عق والديه. ففي الحديث بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، والتعرض لخطر الدعاء على العاق فهذا الدعاء مقبول، وكذلك حرمان العاق من الرحمات التي تتنزل في المناسبات كليلة القدر. فالتحذير من عقوق الوالدين، والله أعلم.